متابعي سو تي في، تحية لكم مباشرة من مدينة برشيد. معنا واحد الطفل اللي هو كيرسم واحد لوحات فنية، رغم أن الإعاقة اللي عنده ما منعاتوش أنه يقوم بالرسم ديال هذه اللوحات الفنية. قامت بالتأطير ديالو واحد الجمعية اللي معنا، الرئيسة ديال الجمعية اللي غادي تتكلم على قضية الأخت. السلام عليكم. بمناسبة عيد الاستقلال والمسيرة الخضراء، يشرف الثانوية الإعدادية الزرقطوني ببرشيد بشراكة مع جمعية الآباء وأولياء تلاميذ بالمؤسسة وجمعيتي إرادة وبسمة بمجموعة من الجداريات ذات الحمولة التاريخية والوطنية والتربوية. عندنا واحد الفنانين موهوبين اللي حمزة سيمو والأخ مصطفى. قدمينا الأخ حمزة. تفضل الأخ حمزة. السلام عليكم. تفضل الأخ. السلام عليكم، أنا اسمي حمزة سيمو، كنت كارسم بحكا، عندي موهبة من الصغر. ورينا اللوحات اللي رسمتي. عندنا هذا الطابلو عن الغروب. تفضل معايا. الغروب. وكاين هاد الطابلو ديال هذا هو الطابلو ديال الغروب. وهذاك تصاوب بحال. وهاد الطابلو هذا اللي هذا كيعبر على واحد على الأزمة الحالية ديالنا ديال الكورونا. يعني كيفاش ترسم في هاد اللوحات؟ يا من الخيال، هذاك الشيء من الخيال الواسع. هذاك الشيء رسمتيهم بيد وحده. بيد وحده بليسريه. وعندك المشكل في اليمين. كنت ذاك في صغري كنت مهرس وتشلي واحد العلاقه في اليد. شلي واحد العلاقه في اليد، ما كنرسمش بها، كنكسبها بليسريه وهذا من الصغر. وكيفاش يعني الجمعيه هذه يعني تشتغل معاهم، اللي تحاول تساعداتك وبينات الموهبه ديالك؟ ساعدتني قالوا لي اجي ارسم لينا، ومشيت ارسمت لهم هاد اللوحات ديال الغروب. ليش يعني اش كتقصد بهم؟ ليش كتوحي هاد اللوحات اللي رسمتي؟ هاد اللوحات ديال الغروب، انا اصلا عندي معاه داك الشيء ديال الغروب، الشيء ديال الغروب وداك الشيء ديال الليل عندي معاه. حاولتي انك تجسد هذا الحلم ديالك وهاد ان شاء الله لوحات جداريه على المستوى ديال المؤسسه. ملي رسمتي هذه اللوحه الجداريه ديال حافظوا على الكمامه، تباعد على الاقل متر، يعني تباعد ديال متر، يعني جيتي رسمتيها في الجدران ديال المؤسسه التعليميه. واش بهذا الرسم ديالك انك دير واحد الحمله ديال التحسيس والتوعيه للتلامذ؟ كان حتى كيقرا في هذه المؤسسة شي عاش دارت هذه اللوحة هذه، باش حتى هما يفكروا ويشوفوا هذه وياخذوها على الاعتبار. يعني كنشكرك الاخ حمزة. معنا واحد الاخ اخر حتى هو الاخ مصطفى، حتى هو اللي كيحاول انه يرسم الجدارية. تكلمنا سي مصطفى على اللوحة ديالك اللي رسمتيها الجدارية. انا على حسب الرسومات اللي كنرسم، انا من صغري وانا كنرسم، وعزيزه عندي الطبيعه بزاف و يعني تعبر على الطبيعه. حاولتي انك تجسدها في هذه الرسومات اللي في المؤسسه. منين انت عندك الموهبه ديال الرسم؟ من صغري. تفضل معنا الاخ حمزه. شكرا الاخ سي حمزه. شنو الرساله ديالك اللي بغيتي يعني تدوزها عبر هذه القناه ديال شوف تي في؟ كنطمح نوصل لواحد المستوى بلا مستوى يعني في الرسم. رغم الاعاقه ديالك، يعني ما منعكش انك تحاول انك ترسم هذه اللوحات الجداريه. يعني كنتمنوا لك مستقبل فني ظاهر ان شاء الله، وبالتواجد والدعم ديال هذه الجمعيه
وكنشكروا متتبعي شوف تي في، والى اللقاء في بث مباشر اخر.